تعرفوا شو هو يلي بيحميكن أكثر من الرياضة وأكثر من الأوميجا 369 وكل المكملات الغذائية وحتى أكثر من توقيف التدخين؟ هو Social Interaction أو التفاعل الاجتماعي. في ريبورت طلع سنة 2020 من National Academy of Sciences, Engineering and Medicine بيّن بهالريبورت إنه لما بيكون في عنده الإنسان عزلة اجتماعية يعني منعزل عن كل محيطه بيزيد عنده الريسك إنه يعمل دبحة قلبية 29%، بيزيد عنده الريسك إنه يعمل جلطة دماغية 32%، حتى بيزيد الريسك إنه يعمل ديمنشيا أو خرف 50%. فإذاً أنتوا لازم يكون في عندكم حياة اجتماعية صاخبة، لازم تنقوا حدا من عائلتكم، من جيرانكم، من أصدقائكم تتمشوا أنتوا وياهم، لازم تحضروا محاضرات وندوات، لازم تشاركوا بنوادي اجتماعية، لازم تتطوعوا بالجمعيات الأهلية، لازم يكون عندكم أشياء جديدة عم تتعلموها، فن مثل نحت، مثل رسم، مثل لغة جديدة. ما تترك حالك لوحدك، أحسن لك وأحسن لصحتك.